ايه ده يا جماعه انتوا بتصوروا؟ ما تقولوا. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ طبعا كلنا بنحب امهاتنا، والام دي هي اهم حاجه في حياتنا، عشان كده قررنا ان احنا هي كلمه المرور بتاعت النت ايه؟ كلمه المرور الباسورد نمره موبايلي يا ماما. ما علينا، كنا بنقول ان الام دي اهم حاجه في حياتنا وكلنا بنحب امهاتنا، عشان كده قررنا ان احنا نعمل مسابقه بين كل اسلام. فين صوره الورد الجديده؟ عايزه اصب على خالتك على الواتس. الواتس بعتها لك على الخاص. ما علينا يا جماعه، كنا بنقول ان الام دي اهم حاجه في حياتنا، عشان كده قررنا ان احنا نعمل مسابقه. وادي اسلام انت ما عملتش اعجبني ليه على المنشور اللي عملته امبارح على الفيس؟ حاضر يا حبيبتي، هعمل لك اعجبني على المنشور اللي على الفيس وهكتب لك تعليق. ممكن بقى تسيبيني اقول لك كلمتين بسرعه يا جماعه عشان هي مش هتسيبني. احنا بنعمل برنامج مسابقات بجائزه ماديه كبيره جدا، هيبقى بين ثلاث امهات في كل حلقه هيتنافسوا في حاجات ليها علاقه بالسوشيال ميديا. وادي يا اسلام، وحاجات ليها علاقه باولادهم، وهنشوف مين فيهم اقوى ام، اقوى ام في مصر على قناه الحياه. استنونا. انت يالا جايلك يا ست الحبايب. اقوى ام في مصر مع اسلام ابراهيم، قريبا وحصريا على تلفزيون الحياه.